وين الرائعة بالباك هاند داون ذا لاين لروجر. خارج الملعب المرة دي. استقبال هجومي رائع على طول. هو خطورة روجر فيدرر. وينر يمكن. رائع روجر فيدرر. تفوق تألق من الخط الخلفي بضربات الباك هاند. هو يتمكن روجر. جاله فرصتين ودي الثالثة. استقبال رائع. بقول لحضراتكم خطير. هو جاهز عند الكورة. وانظر ايه. شوفوا حضراتكم في الإعادة. من يفوز بالمباراة سيواجه اللاعب الاسترالي كيرجيوس 21 عاما فاز على نوفاك جوكوفيتش اليوم. المهاره المتالق بها اليوم. تتابع المباراه. رالي بين اللاعبين من الخط 20 لفيدرر ونادال 9. اخطاء 9 لفيدرر و7 نادال. يا سلام على الوينرز اللي ابدع فيها اليوم بالباك هاند. ايفان لوبوتشيتش فاز بالبطوله عام 2010 اندين ويلز. هو مدرب روجرز. برا الملعب. هل هيهاجم روجر فيدرر في استقبال الارسال الثاني ويخلص المباراه؟ فعلا روجر فيدرر يهاجم باستقبال الارسال الثاني ويخلص المباراه. وينر بالباك هاند. وينجح روجر فيدرر في التفوق والتألق على رافائيل نادال اليوم بمجموعتين لا شيء. بدون شك روجر فيدرر يستحق الفوز.